من أكره على التوقيع على تعهد يتضمن أن اللحية والإزار مظاهر زندقة وإلا سجن، هل يوقع؟ لا، لا يوقع على معصية، والسجن يصبر عليه وهو مأجور. إذا سجن بسبب الطاعة وبسبب العمل للسنة فهو مأجور ومظلوم، ويجعل الله له فرجا ومخرجا. لكن إذا وقع على المعصية فحي أن يعاقب. نعم.